التصاعديه احدثت كارثه من الجامعة العربية تطلب من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات بفرض منطقة حظر قوي للأسباب التي ذكرتها حماية للليبيين والقاطنين من رعاية الدول العربية ورعاية الدول الأخرى العاملين في المدن والأراضي الليبية، ولكن كإجراء وقائي إنساني. المناقشة جرت على أساس بحث موضوعين، موضوع الحظر الجوي على الطيران العسكري في ليبيا حماية للمواطنين للمدنيين للشعب الليبي ولكل من يقيم في المناطق اللي تتعرض للقصف، والموضوع الثاني التعامل تقرير أو اتخاذ قرار بدء التعامل والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي، وهذا مع اهتمام المجلس بألا نفتح الباب لأي عمليات عسكرية ضد الشعب الليبي